بمقر الجهة بمدينة طنجة فاز إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 42 صوتا مقابل 20 لمنافسه سعيد خيرون بعد تحالف مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، فيما بقي ممثل حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية خارج إطار المجلس. إلياس العماري 42 صوت. الأخ خيرون 20 صوت. وهو النتيجة احنا نأسف كون انها مشات في اتجاه اللي ما كناش كنتوقعوه، لان احنا النهار الاول ملي بانت النتائج ديال 4 شتنبر اعتبرنا الأغلبية عندنا على حساب، واتفقنا مع الفرقاء السياسيين بالأربعة اللي كيشكلوا الأغلبية بالنسبة لنا، وبقينا كنشتغلوا لمدة تقريبا 5 أيام احنا عندنا الأغلبية. بعد ذلك تبدلت الأمور، الإخوان في الحركة الشعبية ما انضبطوش، الإخوان في الأحرار ما انضبطوش، بقينا احنا العدالة والتقدم والشراكية، كملنا المشوار ديالنا، قدمنا المرشح ديالنا، جبنا ذاك الأرقام اللي عندنا. ما لاحظناه اليوم هو نتيجة طبيعية للمسار ديال التحكم، المسار ديال الترهيب، المسار ديال الترغيب اللي كتمارسوا اطراف منذ مده ولا زالت تمارسه. وهذا الخطاب ديال الديماغوجيا وهذا الخطاب اللي كنسمعوه اليوم ما هو الا وسيله من الوسائل الان اللي كتحاول تبرر الافعال التي تمت خلال هذه المده الاخيره. المكتب المسير للجهة يضم كلا من محمد سعود عن حزب الاستقلال وفاطمة حساني العالمي عن الأصالة والمعاصرة ومحمد بوهريز عن التجمع الوطني للأحرار وتوفيق الشاوس عن الحركة الشعبية ومحمد الزموري عن الاتحاد الدستوري وسمية فخري عن الأصالة والمعاصرة وآسيا بن زكري عن التجمع الوطني للأحرار ورفيع المنصوري عن حزب الاستقلال.